قبل أن نبدأ بالتعريف عليك وعلى منجزك الثقافي والحضاري، أود أن أسألك، العراق تشكل عبر الأزمنة من هذه الفسيفساء مجموعة متعددة من المنابت ومن الثقافات المختلفة. هذا التعدد كيف أسهم في تميز النص العراقي، إن كان تشكيل، إن كان نحت، إن كان سينما، إن كان مسرح، إن كان رواية، إن كان شعرا؟ استمر الفنان العراقي أن يضع بصمة بالفن، يعني خصوصية عراقية. بدأ يأخذ من الفن السومري والبابلي والآشوري والفنون الإسلامية ويضيف إلى الفن الجديد، فطلعت مدارس متعددة، تأثيرات متعددة، وبدأ الفن يأخذ طابع يعني إلى شخصيته. ولذلك بدأ الفنان العراقي يؤثر بالفنون الأخرى، يعني بالدول الصديقة والقريبة، وخاصة دول الخليج والمغرب العربي.